شيلة مهدا للعروسة غزل إبراهيم القرشي. لولشن يوم أحضرت زين القبايل ورقص العيونها عشر وثماني شيخة الغزلان متعبت الأصايل أشرقت مثل القمر بين الغوالي. أقبلت عروسنا والشك زايل بالبخور وبالعطور وبالتهاني جاتكم غزلت بأخطر وتمايل كل خطوة في شموخ وفي تفاني. لولشن يوم أحضرت زين القبايل ورقص لعيونها عشر وثماني شيخة الغزلان متعبت الأصايل أشرقت مثل القمر بين الغوالي. الخشم والعين والمبسم هوايل والسلع والحسن فيها شيء ثاني طرفة الزينة تلتقى الدلايل كأنها ورد من الأصانع مايل بنت أبوها الحر كسب الجمايل ذوب سعيد ولا قدر وشاني وأخوانه فعلا ما سطايل الوعيل يرث العرب طيب المجاني وأمها الأصيلة بنت أهل الفعايل أم سعيد ما يغيرها الزماني ربعها القرشان مشعل تلفتايل الفخر والطيب في كل قريشي ربعها القرشان مشعل تلفتايل الفخر والطيب في كل قريشي عبد الوهب أوصيك في أم الجدايل حطها بالقلب من بين المحاني في غزل اللي زينها ما لا مثالي العروس اللي لها قدر ومكاني جاتكم غزلت بأخطر وتمايل كل خطوة في شموخ وفي تفاني. لولشن يوم أحضرت زين القبايل ورقص لعيونها عشر وثماني شيخة الغزلان متعبت الأصايل أشرقت مثل القمر من الهوالي. الخشم والعين والمبسم هوايل والدلع والحسن فيها شيء ثاني طرفة بالزينة تعطيك الدلايل كأنها ورد من الأصان مايل بنت أبوها الحر كسب الجمايل ذوب سعيد ولا قدر وشاني وأخوانه فعلا ما سطايل الوعيل يرث العرب طيب المجاني وأمها الأصيلة بنت أهل الفعايل أم سعيد ما يغير الجماني ربعها القرشان مشعل تلفتايل الفخر والطيب في كل قريشي ربعها القرشان مشعل تلفتايل الفخر والطيب في كل قريشي عبد الوهب أوصيك في أم الجدايل حطها بالقلب من بين المحاني في غزل اللي زينها ما لا مثالي العروس اللي لها قدر ومكاني. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة، وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021.